نعم. يا حسن شرفتك واه ودي واه يا ودي واه ودي اقرب لك يا يمه واه ودي الجيد الموجود واه ودي حنيني واه ودي ام عليك لا حول ولا قوة الا بالله واه وليدي عمرك البراد واه وليدي حطيتك والروم السلام عليكم متتبعي قناة شوف تي في مباشرة من جماعة الحساسنة ضواحي برشيد في واحد المشهد صادم ومؤثر. معنا الأم والأب ديال الشاب اللي تم ذبح ديالو بواحد الطريقة بشعة هذا صباح اليوم الله يرحمه في هذا النهار. معنا الأب ديالو تكلم بارك فيكم أسيدي الله عشر خطواتكم أسيدي الله يبارك فيكم أسيدي الله هو داك الشيء مكاتب ديال سيدي ربي الكريم كتبها الله احنا ضربنا على بلاد ولا على فيرمات ولا على الخاويات ناقشوا ناقشوا صافي انا كنت حال كنت في القهوه تمشيت لقيتو مع وصولي انا مع لقم مع وصولي انا قلبت عليه لقم صافي قلت له مات واه يا وليدي واه يا وليدي اي اي ما يعقر واحد ما يعقر واحد هو ما يعقر ما يعقر حد ما درواش قسم الله قسم لي الله ولدي 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 يصيفطوا لي خوت الفلوس يصيفطوا لي انا نعطيه خوت ويعطيه والدنيا هاني عادي ولدي تاع حسام درني فيك كل شيء كاين ما قالتش كيعطيني اليوم عندهم العام شي 28 عام واوليدي وليدي ولد عمو يلا خارج خارج 10 سنين ديال الحبس يلا خرج قالوا قول جا وشرب قول جا واه يا وليدي راه كان عندنا تعشى عندنا هنا شربوا قوية تيشاو طلبوا المنادى وقالوا تيشاو واه وليدي ما ملبسش زعما هادي ماشي صحبة عادية ماشي والله مسيك ماشي واه وليدي ما كاينش ما كاينش لا عمري ما سمعت راه تعشى عندنا عمري الدري راه كان عندنا راه تعشى عندنا تعشاو عندنا بجوج تعشاو شربوا المناضة فين نشيتو ربحت الأولى ربحت الأولى ربحت الأولى ربحت الأولى تعشاو ربحت الأولى تعشاو توقع هذا الواقع شربوا المناضة باركين بجوج وانا بغاو يكميو قلت انا هادو يبغاو يكميو نط مشيت دخلت للدار وخليتهم هما في الكوزينة بجوج وشربوا المناضة تعشاو وبقاو باركين هذاك مشى لدارهم وهذاك مشى لدارهم معنا شي بغينا نتكلموا مع الوالده ديالي لا حول ولا قوه الا بالله السلام عليكم واش غنقول لك سيدي ولدي نبدي معاك بس واش غادي نقول لك ولدي مسكين ما فهمتش فيه ما فهمتش كيفاش ولدي تخرج وما دخلتش ليا وما رجعتش ليا اليوم وربي تقرعد يا ولدي يا ربي وربي راه تعاشى ما تهمني ليا يا سيدي ربي وليدي يا وليدي وليدي عمرت البراد وما شربتيش وليدي حليتي الباب تلفت كي كنت مغادي وشاف فيا مع الصباح مع العشرة 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 ونص العشرة العشرة ونص جاتني الاخبار ما قال لي انا غادي عاد حلاق وما دواش معايا نهائيا انا معمر البرا كان ديما انا كنفطر برا حطيت لي قلت انا غادي دوزي فطار انا كان شويه تعرف بنادم كيبقى يخندش بقيت كنشقى قلت انا راه دوك انا كنفكر مع راسي قلت مع ثمانية وما فطرتش جا ولدي الصغير اللي حسن كريم راه كاع ما فطر قال لي دبر راسي ودوك رجع وفطر صافي انا مقابلاه خرج حل الباب ما قال لي فين غادي ما قال ليش غندير حتى حاجه طبيعي ما حتى حاجه ما فيه
غادي يضاحك بخير على خير. يلا فايق تلا يعودوا عليه الله يعمر أظهار يعني درويش درويش, درويش ماشي غادي نقول لك ساعة الخيار ما بين الأم وولادها وهذا راه بنادم كانت وقع ولكن باش نقول قدوة مع شي حد ولا كان مخاصم مع شي حد هاد الدري راه برك معاه راه داوي داوي معاه غير على الحريق هذاك الدري قال لي انا بغيت نحرق انا امي حقه ما وقفتش معايا قلت له وليد سير سير امك راه ما عداش امها بحالها سير لكلتي وشربتي ولقاتك بركه عليك سير ودي قلب على خديمه ويجيب لك الله التيسير صافي قال لي نوضا كريم نمشي وهذيك مشيتهم ما تليت شتهم لحد الان من نهار الخميس وماشي الدري يجي عندنا غادي عندنا ما نديش الكذوب ديالو وما نكذبش عليه ماشي غادي يجي عندنا نهار واحد اللي جا عندنا مشاو للسوق بجوج مشاو للسوق بجوج مشاو للسوق بجوج معاش تلقيتي الخبر ديال ديال واحد الدري ولدك انا مع الخبر ديالي مع بارك الهيه جا الدري دق عليا قال لي يا امي مالك قلت لي العام وليدي لاباس قال لي والو باس كان محمد راه معيط عليا السي محمد ولد علال قال لي جي الكريم راه كيتضارب انا مريضه شويه خرجت ما سقت عليه من غنغوت كنلقى ولد لوسي هذا ولد الحوسين قلت له عز الدين عفوا ولدي كريم راه ثاني يمكن مضارب سير سير عفوا ولدي ترى التصحيح بدا تشدي انا راه مريضه ما قادش نمشي وفعلا وما دازتنيش الكبده درت عبيتي علي مشيت ملي مشيت كنوصل جات الجامع لي يقول لقى ولدك راه قتلو راه كاين هذاك ولدي وهذاك ولدي انا امو ما حرشاته وشبه ما حرش امو وبوه الله عمرها ضعف راهم ولاد العم راه ما بعيد حد من حد راه الدراري هذا هو انا هذاك ولدي وهذاك ولدي ما غادا انا ما غايخدم ليا في جرتي وانا ما غادا ندير معاه شي حاجه اللي الساعه ديال الغيار والله يرحمه هذاك ولدي وهذاك ولدي بحال بحال مع ديما نحج مع ديما ما سلمتوش على الجثه ديالو كان غادي يديروا لكم حتى الغدا اه لا شتو انا سلمت عليه سلمت عليه ودرت لي في ودنو لقيتو لقم انا ما سلمتش عليه هنا في الحوانت لا اه مع الوصول ديالي قلبتي على وجهه لقم قلت لي مرات مات قلت لي مرات مات شي 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 صافي لا مور برشيد اه لا انا شتو سلمت عليه والله يرحم وليدي والله يوسع عليه الله يجعله في ميزان المقبول الله يسمح لي الله يسمح لي ما عدي ما غادي ندير ما عدي ما غادي ندير الغلبه جات من عند الله الحمد لله الحمد لله حنا ولاد العم انا امو ولا باه الله عمر هذا تا خوته تا هو الشيطان الله ينعلو يخزي ما عدي ما غادي ندير هذاك لقي وهذاك لقي ما نقدرش ما غنقولش واحد الكلمه اللي خايبه بحال بحال تقوم امي متوعه رضي الله يرحمه الله يرحم والله يرزقكم الصبر هذاك الشيء اللي كاين هذاك الشيء اللي كاين والحمد لله ما عاد ديما نقول الحمد لله مشكل شي مريض ديالي ما تقول ولا شي واش غادي نقول كتب سيدي ربي المكتوب ما عاد انا ما نقول ما عاد ديما نقول هذاك ولدنا وهذاك ولدنا راه الخيار بيناتهم صافي ضربة الخطرة مات صافي الله يرحمه الله يرحمه والي برحمة الله كتشوفوا العفو لله الله يرزق الصبر كتشوفوا مجددا متابعي قناة شوف تي في مباشرة من دوار جماعة الحساسنة كان لنا لقاء مع الأب والأم ديال الشاب اللي أنه سميتو رشيق كريم الله يرحمه الله يرحمه سي كريم اللي وفاته المنية صباحها اليوم كان تصريح ديال الاب ديالو والام ديالو كنشكركم مجددا متابعي قناه شوف تي في والى اللقاء في بث مباشر اخر